هاد العمل اللي كديرو هو قبل كل شيء عمل وطني. فضلكم انتوما باش المواطنين عايشين مرتاحين. تعرف شكون كاين في هاد القلعه؟ بغاو يخربوا هاد البلاد. بلادنا محسودة عمي سعيد. والله يا ربي اش جابك ليه؟ كنت نبقى في المدينة ونسى دوار البلاد. كنت عارف شي حاجة قولها لي حبرد هاد الشيء اللي في قلبي. اش غادي يدير ولدك في القلعه؟ ولدك تبارك الله راه طيار ومعروف في البلاد. الله أكبر. حسب بدات تقرا الفكرة. علاش عمي الفقير ما بغاش يمشي من هنا؟ ولكن انا شاك واش كاين شي حاجه اخرى هي اللي مخليها. هاكشوطة انا راه باغي الناس. عرفتي شنو هي باغي الناس؟ قالوا لي شي مجنون ولا تيهتف بالليل. يا نعم سيدي ولا كيقول شي كلام ما نفرش مزيان. نهار المعلم بوسكري وقف فيها محبوسه مردو القلعه حبس. عرفوا بلي المدرسه خطر عليها سدوها. سربي يا الهي وزعما راك انت هو القاري في الدوار قادر ندير لهذا دوسي قيد هذا شكيك لينا نشدبوها قرايا. حبس اذا حط عملها كله في برا. عمي سعيد حركتيها علم الله شحال من برا حركتي شحال من امال وشحال من قلب ديال الام حركتي. انا اليوم غنفرقع الرمان. وزي حمي لا دار شي مصيبه. انا مزوجه فيك وليدي عندك على شي خبر قول لي. انا مزوجه اش غنعرف انا راني غير حساس في بالي. سربي الغياطي كنا في هذاك البير دير واقع ومهجور وما كيدوز من حدا حد باش يسمع غواتنا. الله يرزق السلامة وصف.